عباسي على راديو مات. ويكاند بلوس جوك 10 سور 10. مع ويكاند بلوس جاوكم 10 سور 10 هكا ولا سامح؟ اليوم إذا كان لقيت 100% نقول 100% أنا. كيما قالت بيبي احنا معاه. كيما كنا نحكيو على المبادرات الفنية خلينا نقولوا وحكينا زايدة على برش الفنانين اللي نزجوا على منوال نرمين صفار كيما رشدي بلقاسمي كيما بشرى محمد كيما هيكل علي زيدا اللي ابدع البارح في رقصه الكورونا يا سامي شفت انا عجبني عنده حاجات هكا لما سيت يعملهم مش نورمال اوكي دونك توت سويت نستقبلوا مع بعضنا عبر الهاتف هيكل علي مرحبا عسلامة ميسا مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل وبالإكيب الكل يعيشك مرحبا بيك هيكل ألوغ وليت توندونس الرقصات هذوما البارح أنت التحقت بالرقصين هذوما البارح شفنا أول فيديو لهيكل علي الفيديو اليوم الصباح ما لقيتوش علاش فسخته؟ لا الفيديو كل حدا ما فسخش وقبل ما نحكيه على كل شيء نحب نقول شكرا للفنانة وصديقة نرمين صفار اللي بادرت هي أول واحدة بالمبادرة هذه الفنية باش نلهيو العباد في ديارها باش نسليوهم باش نعديو الوقت الكل مع بعضنا تضحية فنية بالنسبة للفيديو ما فسخش صار ساتوراسيون على الفيديو برشا فيو الفيديو تبلوكا وباش يرجع ان شاء الله من هنا لليل يرجع لنا معناتها المون ثم مشاهدة ما فهمت ذيك علاش تبلوكا وي ثم ساتوراسيون في درجين عمل 120 كيلو خاطر معناها انت عامل فيو اكثر من نرمين تسمى دونك خاطر صارت رياكت قوية برشا على الباج اول مرة تصير ذيك علاش تبلوكا الفيديو زعما ما تفهمتش انت ونرمين خاطر البارح هي ما خرجتش معناها خرجت انت زعما ما تفهمتش والله ما تفهمناش ولا حكينا اصلا في الموضوع وانا نوجه لها تحيه كبيره خاطر بحق تقعد هي تحكي الفكره الاولى معناها اللي بدات فيها هي فكره شنو لقيتوا معناها انتم دواء للمقاومه الكورونا نحكيو على الدواء مش الدواء اما الطبيب يعطي الدواء الخباز يعطي الخبز واحنا كفنانين نعطيو فيه فن احنا مثلا احنا كرجال تونس احنا كرجال تونس نقدموا في تضحيات ونقدموا في فن ونقدموا في ونعمل جيل هو يصلي لعبي اكيد ونعمل رجال انت يعني تحكي رجال تونس يعني هوني ما ندخلوش نرمين يعني تحكي على شخص لا نحكي على روحي انا وانا نحكي بس رجال معنا بس رجال تونس الكل اسمه فكره يا هيكل شنو الهدف يحبوني زاد الهدف من الفيديو اللي انت والفيديوهات اللي مش تواصل فيهم التسليه مش معناها باش تسلي العباد اللي قاعدين في ديارهم في الكوفرفو كل ما نستقبلوا اكثر عباد يقعدوا يتفرجوا في الدار كل ما خير كل ما نلهيو العباد باش يلقاو ما يتلهيو كل ما خير خاطر احنا تو دخلنا في البريود نتاع بطاله العباد مش لاقي شنو تعمل العباد تخمم شنو تعمل وين تمشي وين تخرج دونك احنا عملنا لهم هاكا كل يوم انا نرمين وباقي الفنانين اللي قدموا رقصات فنيه نوجه لهم تحيه زاده رشدي بالقاسمي اللي يعملوا فيهم علاش رشدي مثلا ما يلقاش انتقادات كيف انت ليه يلقى انتقادات وتنجم تدخل وتقرا الناس كلها ليه الناس اما مش كيفك انت مش بالحجم الانتقادات اللي يجيو الهيكل العالي ممكن خاطر انا ماده دسمة اكثر منه انا ما عندهم ما يحكيوا عليا اكثر علاش؟ فما يعني انا ماده دسمة اكثر ممكن ما نعرفش اش معناها ماده دسمة ممكن خاطر انا عش بسؤال هيكل لما بدي نفضل اليوم ولا نقمة ما عادش نعمل سامحني؟ انت تعرف اليوم الجمال ولا نقمه ما عادش نعمه دونك تاخذوك حتى على البوتي تري في البوتي اللي يعطيها لك ربي يعني جمال هيكل علي ونقمه اليوم باهي اي سامح تحكيو مع بعضكم ما نجمش نسمع باهي هيكل حبيت نعرف انا نسبه المشاهده نتاعك انت اكثر نساء ولا رجال معناها كان المين واضحه ديجا رجال يتفرجوا فيها اكثر وانت انا هما اللي يتبعوك انا اللي يتبعوني الحقيقه البنات اكثر حتى البنات اللي توصلني يعني بون فما انتقادات اوكي مش مفهميش اما فما زاد عباد تحبني وفما عباد تبعث لي تقول لي حل كل يوم وما يهمكش حد كل كده العباد هذوك نحترمهم انت من هنا فصاعدا عندك توقيت خاص بالفيديو هذايا شنشوفوك الليله مثلا
انا ترى تلقاني كل ليله باش نحاول نبعد على توقيت رجلي بالقاسمي وتوقيت نرمي باش ما يصيرش معناها هكا اكتظاظ في تدخل العباد بعضها ما عرفتش شكون تتفرج وباش نعطي فرصه لغيري باش ينجموا يتفرجوا فيهم خاطر انا كان باش نحل مع وقت مع اي حد من الفنانين ما عرفش يتفرجوا فيهم باش يتابعوني انا دونك نعطيهم فرصه لا لا هوني تقف هوني راهو علاش اش معناها ما يعني هيكل عليكي هو يقدم حاجه ما عرفش يتبعوا حد يتبعوك كان انت انا كنت انس كبيره انا ماده دسمه يعني انا يستنيوا مني شنو باش نعمل حاجه جديده خاطر كل مره نطلع طلع جديده برشا غرور يا هيكل برشا غرور ليه مش غرور مش غرور انا خاطر قط باغ اكزومبل رجلي مع احترامي لي اشتاح بحاجه عاديه معناها اليوم يشوفوا في العاده انا فما غوشيخ فما تعب كل مره نطلع بتينيو جديد كل جديد حاجه جديده معناها فما حاجه جديده شنو جديد الليله اعطي الليله كيفاش نشوفوك ليلى تتبعوني على باجي لوفيسيال هيكل علي طوي يعرفوهم ليلى مفاجأة كبيرة اي عاد انت عطينا سكوب شنو مش نشوفوا الليل حاجة مغايرة حاجة جديدة على الاخر حاجة جديدة معنا وقت مع 8:30 الثمانية ونص انتظروا هيكل علي في يوم اعملونا امبلوا صحيح باش نعرفوا وقتاش نتبعوكم قالك 8:30 الليل اي ما يتفهموا في بعضهم ساعة قبل نصور انا العباد حفظوا الاوقات الكل نورمالمون معناها اي حفظوا اش عندهم يعملوا بخلاف يحفظوا اوقاتكم انت ونرمين التغيير تاع البارح هذاك وضحوا هنا باللي ما عادش يكون نهار جمعه معناها لازم نعرفوا انا هوني راهو الضحيه بشرى محمد يعني علاش تحرشيات ضحية خاطر قلت أول نسب مشاهدة تجي لي كنت بعدك تجي نرمين صفر اش تمشي هي ضحية مسكينة عندها حق بشرا ما نعرفيش أنا أوبيختون أما تلقى مشاهدة إذا كنت تكمل كل يوم على نفس المنوين تلقى أنت تشجع معناها تشجع أنت نعم؟ أنت تشجع أكثر معناها باش يساندوكم أكثر في الحكاية ما دام حد ما وصلش يضر في الناس ولا يأذي فيهم بعدين قاعد يقدم في حاجة فرجة معناها باش الناس تتفرج فما اللي يقدم لك فرجة باش اللعبه تصح فما اللي يسلي في العباد فما اللي يعطي نصايح كل حد بطريقة وفما شكون زاد يقرا في القرآن ويعمل في نسبة بطبيعة به نجوش أصلا ننشط 24 ساعة على 24 ساعة عندها وقت القرآن وقت الشتيح وقت الماكلة وقت النوم بطبيعة أنت وقت الشتيح نتاعك إن شاء الله الليلة 8 ونص واللي باش يقرأ القرآن هذه أنا نشوف فيها حاجة روحانية بينه وبين ربي مش يقرأ عليه معناها القرآن كان بينه وبين ربي أي ما ندخلوش في خشوع بينه وبين ربي مش يا عباد ربي أي نحكيو كان على الفن احنا به واضح هيكل علي دونك الليلة نتفرجوا فيك 8 ونص هكا ولا الليلة تلقاوني 8:30 ونار نار نار الليلة نار يا ربي شكرا لك هيكل علي كنت معنا عبر ليت وكما قالكم نار الليلة نار يا سامي انت ما حدش باع تشيلي الثلج الليلة نار استناو هيكل علي نخليكم توا مع مروان خوري وراجعين